السلام عليكم يا اخوان. اليوم ان شاء الله غنديروا درس كيفاش نعدل لا جي بي اس ديالي، يعني كيفاش نريقلها من ناحيه اللغه والموقع والى غير ذلك. كنشعل الجي بي اس ديالي، هاي شفت هادي عندنا جي بي اس غارمان 72 اش. كنتظروا يعني ما كتشعل، كنمشي للمنيو هنا كنكليكي مرتين، ها هي كنرجع للغوة اللي هي لتحت، هي لتحت عليا هنا، يمكن فيها اللغة الإيطالية ربما حسب اللغة اللي كنقرا حنا في المغرب هي اللغة الفرنسية. كندير اونطري ندخل، يعني دخلت كنمشي للغة هاي لتحت وهي لتحت، ها هي كندير دخول. هنا عطاني ايطاليا اسبانيا لغات متعدده، كنقلب اللغه اللي انا كنفهم فيها هي اللغه الفرنسيه، وجود المغاربه يعني كيهضروا اللغه الفرنسيه، ها هي اللغه الفرنسيه فرونسي. كندير اونطري، يعني دخلت ليها يعني كنجي هنا او ثاني كنطلع هنا كنخليه عادي، كنهود هنا يعني هذه 15 ثواني كيعطينا المده اللي كتبها الاناره في لا جي بي اس ديالنا، يعني 15 ثواني 20 ثواني شوف انت واشنو بغيتي. هنا كتعطينا الميساج، يعني ملي كتوصل للبلاصه اللي فيها النقطه اللي غنصيد فيها كتصوني ليا. عاود كنطلع هنا كنخرج كنجي هنا الساعة، الساعة هي هنايا كنهود على حساب شنو بغيت. انا بغيت يعني ساعة النهار على حساب 24 ساعة او لا 12 ساعة، وكنبهط هنا كندير اوتر اوتر وكنزيد ساعة على حساب التوقيت ديال المغرب. هذا مزيان. كنرجع كندير كيتي، هيا كنعاود تاني كندير اونطري وكنرجع الفوق كنمشي للانيتي. هنا عندنا الميتر وكاين اللي كيدير العقدة بحال مثلا ندير العقدة، كندير اونطري ها هي القدم، قدم بحري. كنعاود تاني نزيد لقدام كندير مثلا ثاني قدم بحري او البراصة او الميتر، المهم ما كلشي كاين البراص كاين القدم كاين الميتر على حساب كل واحد واشنو باغ. كندير اوتري هاي عطاتني هاد البي، عاود كنهوت الديستونس، يعني الديستونس من ديال لابي من ديال لابيتاس، يعني السرعة اللي غتوصلني للنقطة اللي انا غادي ليها سواء بالميل او بالمتر. كنهوت كندير اونطري، هاي كاين هنا العقدة البحرية يعني النوتيك، كاين الميل كيل المتر يعني بالمتر، كنخليها في الميل، ميل بحري يعني هادشي الاخر هو يعني ما عندنا ما نديرو به. الحرارة ديال الماء ديال البحر دوغريني ميل، يعني الفرق ما بين النقطة والنقطة كنخلي هنا كندير اوتوماتيك، يعني هي كتعطينا اوتوماتيك. كنعاود كنرجع كنرجع كندير اونطري كنطلع هاي الانيتي، كنمشي للبوزيسيون كندير هاد لي ريغلاج كلهم تيكونوا في الجي بي اس كما تشاهدون، باش كنريقل الجي بي اس ديالي وكنهود كنهود هكذا. هاد لي ريغلاج عندنا كندير هاد الريغلاج، كندير النوع ديال الجي بي اس اللي هو 72، كندير بيرسونيل او لا الا كان عندنا اوتو ما كاينش اوتو من خلال بيرسونيل يا هذا صافي. هادشي اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله هاد الدرس يفيدكم، والا الدرس اللاحق غادي نعرفوا فيه كيفاش يعني ندخلوا النقطه وكيفاش نمحوا النقطه، كيفاش ندخلوا النقطه اللي غيرسل لنا شي واحد ديالنا من التليفون ديالو، وكيفاش حنا نسجلوا النقطه ونرسلوه للموقع ديالنا. اعانكم الله الى درس لاحق.